ارجع مع حضراتكم وضيفي الكريم الكابتن ابراهيم سعيد. زي ما قلت كده النهارده ايه شويه يعني رياضه عامله حاله. عندنا اهلي امبارح وعندنا زمالك النهارده. نتشرف بوجود حضرتك النهارده. ده شرف لي يا استاذ احمد، وبجد مبسوط بلقائي معاك. شفت ماتش الاهلي؟ كان نفسي اقابلك في ظروف احسن من كده بصراحه، يعني ظروف خربانه صعبه، بظروف صعبه متلخبطه خربانه جدا والله. شفت ماتش الاهلي امبارح ازاي؟ لا، حزن على حال الكره المصريه، على حال اللعيبه، على حال ان مفيش روح، مفيش امكانيات، رغم ان الامكانيات متوفره، بس الخامات اللي موجوده، خامات اللعيبه دون بس المستوى. دول احسن اللي عندنا. احنا واهمين نفسنا، يعني في وهم، يعني في وهم. الحاله بتاعت الدوري المصري بتديك وهم ان اللعيبه دي اعلى لعيبه، رغم ان الناس اللي هو اللي بيركز هتلاقي لا، انت ما عندكش لعيب. هتلاقي افضل العناصر هتلاقي موجوده في اهلي وزمالك، بس دون المستوى. الاسماء دي ما تنفعش تلعب في اهلي وزمالك، بس هو دول المتاح يعني، هم دول المتاحين للاهلي والزمالك. بس لما بتيجي بقى بتلعب قصاد فرق ايوه عندها الامكانيات، عندها السرعه، عندها الكوره الحلوه، الكوره يعني. امبارح انت متفرج استمتع، نستمتع بكوره حقيقي. نعم. انا قلتها امبارح وبقولها دلوقتي. نعم. ان فعلا فرقه سان داونز كشفت كل لعيبه النادي الاهلي، كشفت امكانياتهم، كشفت الحاله اللي موجوده على اللعيبه النجوميه، اللي هي بتتقال عليها النجوميه في المواقف اللي انت النادي بيحتاجك فيها. تخلص، هي دي النجوميه. النجوميه معلش مع احترامي مش هتيجي تبقى نجم في مع احترامي في الدوري المصري. لان انت معظم الخصم يعني الفرق اللي بتلعبك المفروض ان هي اقل مع احترامنا لكل الانديه، مش تقليل منهم. انا بتكلم يعني اقل من ناحيه ناحيه جماهيريه، ناحيه اعلاميه، فلوس، اعلانات، كل حاجه، كل امكانيات، في متابعه. فالطبيعي ان انت بتيجي بقى في المباريات اللي هي المصيريه دي، لا بتشوف بقى انت الامكانيات اللي عندك دي هل تصلح ولا لا. فظهرت امبارح من اول الشناوي لحد محمد شريف، يمكن هو الوحيد امبارح اللي كان كويس. بيرسي تاو بس هو الوحيد اللي كان عنده الروح يعني عايش مع المباراه زي ما بيتقال. ما هو لعيب كره لو معاش مع المباراه مش هتلاقيه. لازم تعيش الاجواء بتاعه المباريات المصيريه. ايه اللي مطلوب عشان الماتش زي امبارح ماتش مصيري ما بقاش عايش الاجواء بتاعته وابقى بره الماتش؟ ايه؟ ما تهيئش نفسيا قبل المباراه. ايه اللي كان يتعمل نفسي؟ الطبيعي ان المفروض كان مستر كولر كان قبل المباراه دي، بعد مباراه سان داونز اللي كانت في القاهره دي بالاخطاء المتكرره في اخر 6 مباريات، المفروض يبقى كان في شغل في الملعب.